projet, il a apporté tout d'abord une notion qui a un petit peu. مشروع تثمين المنتجات الغابية غير الخشبية الذي تم تجسيده منذ عام 2018 تم اختتامه بعد مرافقة وتطوير بعض المشاريع الغابية الصغيرة الخاصة بسكان الريف. هذا المشروع يعني يمس أربع ولايات نموذجية اللي قررنا فيها هذا التثمين، على مستوى ولاية خنشلة، ولاية قسنطينة، وولاية البليدة، ثم ولاية مستغانم. وهذا المشروع هذا كذلك يعني يمس تثمين ثلاثة منتجات غابية غير خشبية، واللي هي إكليل الجبل، ثم صنوبر الثمري على مستوى ولاية قسنطينة. الإكليل الجبل الذي يعني مساحته تفوق 60,000 هكتار على مستوى ولاية خنشلة، وكذلك مادة الخروب المتواجد على مستوى ولاية البليدة. ومن المذهل أن المورد موجود بصفة كبيرة وكثيرة لثلاث الموارد هذه على مستوى ولاية مستغانم. اختتام هذا المشروع عرف تنظيم ورشة عمل من أجل عرض المنتوجات التي تم تطويرها واستخراجها من المواد الغابية غير الخشبية. واليوم هذا المشروع أعطانا البيان باللي الغابات توعنا رغم تصدير لسوبرفيش المساحة تاعها الضئيلة 4.1 مليون هكتار من بين 238 مليون هكتارات تاع المساحة الجزائر القارة. اليوم أعطانا الثبوت باللي هذه الغابات تقدر تساهم في الاقتصاد من جراء استغلال الموارد الغابية الغير الخشبية. عندنا في المشروع هذا مواد دي برودوي بالباب دي برودوي نشوفوهم لي زويل اسونسييل دي بيو انغري دي بيو بيستيسيد، وايضا كان فيه انشاء دي بوتيت انتربريز دو جون على حسب ما شفت واحد 70 مؤسسة وشركات صغيرة. هذا النوع من المشاريع يساعد سكان القرى والمداشر على الرفع من مداخلهم بالإضافة للمساهمة في الإدارة المستدامة للموارد الغابية والحفاظ عليها.